أحباء المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بيكم أروع ترحيب، والترحيب ده صادر من ربنا يسوع المسيح اللي بيخلينا نحبكم جدا ونحب نتكلم معاكم ونحب نصلي معاكم، لأن هو بيقول لنا كده وبيدفعنا لكده، وده شرف كبير لينا وبيخلينا حراس على الأسوار، واقفين نحرس عمله ونحمي عمله وندافع عن عمله ونشجع الناس في عمله. عشان كده أنا فعلا بشكر كل الحراس اللي على الأسوار الواقفين معانا بيتشفعوا لأجل عمل الله، وبقول لكم من قوة القوة ومن مجد المجد، وإلهنا هيقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بينا وفينا رائحة معرفته في كل مكان. شرفني يكون معايا في الاستوديو النهارده غني عن التعريف الاسيس كاتو داوود. اهلا بيك يا اسيس كاتو. اهلا يا اخت سلوى، وامتياز وبركه كبيره ان احنا نكون ادوات لملكوت الله، ربنا يستخدمنا. امين. ربي يباركك، بنتبارك بوجودك معانا كل مره. انا كمان بركه كبيره ليا. ربي يباركك ويحفظك. ومعانا ضيف عزيز قوي هنتعرف عليه بعد شويه. احبائنا المشاهدين، ما زلنا بنتكلم عن سهام الشرير الملتهبة، وكل ما نحاول نخلص ألاقي الروح القدس بينزل قدامي لستة ويقول لي ادخلي في دي وادخلي في دي وادخلي في دي، وبندخل وبيباركنا الرب، وأكيد بيبارككم من خلال الشاشات الصغيرة. النهاردة هنتكلم عن التأجيل الخطير. التأجيل الخطير، في تأجيل بنأجله وإحنا مش دريانين وإحنا مش حاسين وإحنا في حالة لا مبالاة، بس ده بيكون أخطر تأجيل، وهو تأجيل التوبة، تأجيل الخلاص، تأجيل الولادة الجديدة. كلها مسميات هي الكتاب اتكلم عنها. التأجيل، الشيطان يقول لك أجل التوبة قدام شوية، لما توصل لسن كذا، لما تخلص العملية دي، لما تخلص المشكلة دي، لما هتضطر تكذب في المحكمة، هتضطر تعمل بعد كده، بقول يا رب. وللأسف ينتهي العمر ونكون لم نحيا للمسيح وننال التوبة والخلاص اللي الروح القدس بيكلمنا فيه من خلال كلمة الله من التكوين للرؤية. النهاردة الروح القدس بيدعوك تيجي تتوب وتعلن توبة قدام الله، وتعلن تغيير مسار، لأن التوبة هي تغيير المسار، هي الاعتراف بالخطية وطلب الغفران بدم يسوع اللي على أساسه لينا غفران ونوال حياة أبدية، وده هيعفينا من الدينونة المقبلة. لأن الرب يسوع قال إن لم تتوبوا، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. عشان كده حقرأ بعض الآيات من إنجيل لوقا أصحاح 18، قصة الفريسي والعشار اللي كلنا عارفينها. لوقا 18 عدد 9 بتقول كده كلمة الله: وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرارا ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك لأني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، ولا مثل هذا العشار. أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. إيه رأيك يا أسيس كاتو؟ إيه رأيك في الخاطئ الرائع اللي صلى صلاة كلها تواضع؟ هو الجزء اللي حضرتك قريتيه عدد 13: وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أيوه. الحتة دي يعني ده أجمل وأروع وأهم لحظات ممكن الشخص يمر بيها. أيوه. وهي التبكيت الداخلي.
انه مش محتاج حد يقول له انت وحش، مش محتاج حد يقول له انت عملت وسويت، صح. مش محتاج حد يدينه، لا ده لمسات كده. ده لمسات روح الله بصفه شخصيه جدا. من نابعه من محبه الله، انه حصل جواه كونفيكشن، تبكيت. ايوه، فما لقاش حاجه يقولها غير اللهم ارحمني انا الخاطي. الله، لا قاعد يبص اللي عملت وساوي، ولا مفروض اعمل وساوي. وده اللي بيميز مسيحيتنا عن اي ديانه تاني. ايوه، انها مبنيه على علاقه بيننا وبين الله. على قبول شخصي. على مواجهه شخصيه. يعني انا فاكر وانا عندي 14 سنه كنت قاعد في بيتنا لوحدي خالص، وانا متربي في عيله مسيحيه، وبابا كان قسيس، وكنت بروح انظف الكنيسه من وانا 3 سنين. واو. يعني عارف وشايف وحاجات كتير، لكن مش ناسي الوقت ده اللي انا كنت لوحدي في البيت، والنور قطع، والدنيا ظلمت، وابتديت اخاف من الضلمه، وعرفت ان الابديه هتبقى ضلمه. كنت عارف. فاللي حصل حصل معايا نفس الكلام ده، المواجهه الشخصيه اللي حصلت بيني وبين شخص رب يسوع، وحصل جواي نفس التبكيت ده، وقلت نفس الكلام، اللهم ارحمني انا الخاطي. ومن اليوم ده حياتي اتغيرت. يعني حصل تغيير جذري في كياني من جوه. الكلام ده سنه 74. لانك قلتها من قلبك. قلتها من قلبي، وحصلت المواجهه دي. وانا بصلي ان يحصل مواجهه مع كل واحد بيتفرج علينا النهارده. يس. لانه انت هتبقى عارف من جواك. يعني الأبدية سماء أو جحيم، مرعبة. مش جحيم أو سماء، سماء. يس. لأن السماء تعدت لينا والأولاد الله. الجحيم أعد لإبليس وجنوده. وربنا مش بيبعت حد الجحيم خالص. الناس بتبعت نفسها لما بترفض هذه المواجهة. شفت الفريسي قاعد يبص الأعمال، وأنا عملت وسويت وبعمل وأعمل. الأعمال مش وحشة، بس ما هياش بديل لهذا اللقاء الشخصي الجذري، حياة التوبة اللي أنت وإنتي ممكن لازم تكون متأكد من جواك، من أعماقك. مش محتاج حد يقولك، مش محتاج حد يثبت لك. دي حاجة شخصية، علاقة شخصية. بيننا وبين ربنا، وبيحصل امتلاك للقلب وغسيل لحياتنا من خطايانا، وبيتكتب اسمنا في سفر الحياة. دي جوهر المسيحية. وده اللي احنا قاعدين عشانه هنا، وعايشين عشانه، وهنعيش عشانه. اللي حصل معانا زي الراجل العشار ده، قرأ على قلبه وقال كلمة واحدة، اللهم ارحمني أنا الخاطي. والكتاب يقول نزل إلى بيته مبررا. واو. شفت جمال يسوع، وشفت جمال الخلاص. جدا عايز تواضع. يعني عارف ساعات ناس كتير تقول لك لا، ما انا بعمل وبعمل وبسوي وانا انا في بسمعهم، كنت على التليفون كده وانا بعمل ايه اغسل، وانا بروح الكنيسه، بروح وبعترف انا وبصلي. وساعات يقول لي وبقرا الكتاب كمان عشان اتبارك. طيب طلبت غفران خطاياك؟ في ناس تطلب زي ما قال قسيس كاتو، تطلب بالذهن. اللهم ارحمنا، اغفر خطايانا، نجح الولاد، حافظ على الولاد، اديهم، اعمل، ابعت شغل الواد. صلاة روتينية. لكن قبل ما ذهنك يصلي، خلي قلبك يصلي. خلي قلبك الأول، لأني مكتوب إن اعترفتم بخطاياكم. إذا اعترفت يا عزيزي فهو أمين وعادل حتى يغفر لكم خطاياكم، ويطهرنا ويطهركم، يطهر الجميع من كل إثم. يدينا الرب نعمة النهاردة. على فكرة جوايا ثقة شديدة إن يوم 5/9 تاريخ في حياة كثيرين النهاردة هيقبلوا يسوع في حياتهم، وحيطلبوا التوبة، الخلاص، الولادة الجديدة، الولادة من فوق. كل دي مسميات كتابية، مش بتاعت بروستانت ولا أرثوذكس ولا كاثوليك. دي الكتابات اللي كتب عنها الكتاب وقال، كلها مسميات هي زي بعض، إن إحنا نطلب الرب اللي قال اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. تعال النهاردة معانا وإنت بتسمع الحلقة دي، وارفع ايديك وقلبك للسماء، واطلب خلاص المسيح. وانا متاكده 100% ان الرب هيقول لك
الرب قد نقل عنك خطيتك. خلونا نطلع نسمع ترنيمة ونرجع نكمل معاكم أحبائنا المشاهدين. الصورة الحلوة اللي انت رسمتها فيها، المس بيدك جسد الميت وطرد كل خطية. انا عشمان في الفرصة التانية في نعمة قلبك ليا. انا شوهت الصورة الحلوة اللي انت رسمتها فيها، المس بيدك جسد الميت وطرد كل خطية. انا عشمان في الفرصة التانية في نعمة قلبك ليا. انا راجع وانا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عاوز اشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبخلاص وتقدم مرة دي. انا راجع وانا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عاوز اشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبخلاص وبجد المرة دي. شفتني ضايع تايه خايف كنت بتبحث عني، كنت خلاص هغرق ولقيتك بديك انت ناشلني. انا جايلك دلوقتي وبندم بصرخ لك تسامحني. شفتني ضايع تايه خايف كنت بتبحث عني، كنت خلاص هغرق ولقيتك بديك انت ناشلني. انا جايلك دلوقتي وبندم بصرخ لك تسامحني. انا راجع وانا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عاوز اشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبخلاص وبجد المرة دي. انا راجع وانا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عاوز اشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبخلاص وبجد المرة دي. جراحك كانت لي عشان تشفي لجراحي، مت عشاني وصرت ضحية وكنت الشر انا ماحي. وانا هوهب لك نفسي ووقتي وطاقتي وكل كفاحي. كل جراحك كانت لي عشان تشفي لجراحي، مت عشاني وصرت ضحية وكنت الشر انا ماحي. وانا هوهب لك نفسي ووقتي وطاقتي وكل كفاحي. انا راجع وانا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عاوز اشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبخلاص وبجد المره دي. انا راجع وانا برمي خلاص كل حاجات في الماضي، مش عاوز اشوف حد خلاص غيرك بس قصادي. راجع تايب وبخلص وبجد المرة دي.
أنا راجع خلاص، حرمي ورايا كل الماضي، أنا راجع لك من كل قلبي. يا ريت يكون ده لسان حالك، يا ريت ده يكون لسان حالك. قولي له أنا راجع النهاردة وحيبقى يوم فاصل في حياتي يا رب. أنسى اللي فات، الضعف، الشر، الخطية، الإثم، الكذب، كل شيء بعمله لا يرضيك. على فكرة مكتوب كده إن ليس بأحد غيره الخلاص. Yes. لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، هو اسم يسوع. عشان كده مش هينفع نيجي غير قدام يسوع ونطلب خلاص نفوسنا، لأن هو الوحيد اللي دفع الثمن لكي نخلص. Yes. به معانا شخص عزيز على قلوبنا جدا وعزيز على قلبي أنا بالذات، الأخ وهبي ويليام كامل. أتشرف إنه يكون هو أخويا الكبير وخادم مبارك للرب، بشكر رب من أجله ومن أجل حياته. أخ وهبي أنا سعيدة جدا جدا إن أنت معانا في الحلقة، الرب يبارك حياتك. أهلا بك يا أخ سلوى، أنا سعيد جدا أبقى جزء من برنامج حراس على الأسوار. ربي يبارك. أشكر حضرتك وأشكر الأسيس كاتو، الفرصة دي فعلا فرصة رتبها الرب الحقيقة. يس. ورسالة. رسالة لكل المشاهدين. أنا برحب بكل المشاهدين من قناة الكرمة في كل مكان في العالم. صحيح. حقيقي يا أحبائي دي رسالة موجهة مش من إنسان ولا مش من برنامج، لكن موجهة من الرب ليك. yes. شخصيا يا أخي، شخصيا يا أختي. yes. التوبة والرجوع صوت تسمعه من الرب جاز ما تكررش. حاضر في ذهني شخص والي روماني اسمه فيليكس. أيوه. في وقت من الأوقات كان بيحاكم الرسول بولس، لكن الرسول بولس ما بيتركش فرصة إلا لما يقدم رسالة الخلاص، ويقول لنا في عبر رسالة أعمال الرسل إصحاح 24 عدد 25، أعمال الرسل 24-25، كان بولس بيتكلم مع فيليكس الوالي وبيقول لنا: وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس، ارتعب من صوت الرب الموجه لي. وصوت الرب الموجه لنا، الرب عايز يشوف ايه رد الفعل بتاعنا. فيليكس ارتعب ولم يقدم توبة وتواضع قدام الرب زي العشار اللي احنا سمعنا عنه، لكن قال لبولس كلمة ان هو رافض وبيأجل التوبة. صحيح رافض، لكن قال له: اما الان فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك. انا مش حاضر اتوب دلوقتي، في قدامي امور كثيره مرتبط بها، انا جنبي دروسيلا صديقتي ومش وقت التوبه حاليا. لكن للاسف لم تأتي الفرصة بعد، وهلك فيليكس الوالي الروماني. غير فيليكس مجموعات ناس كتير. ايوه. ذكرت الناس اللي كانوا بيبنوا الفلك مع نوح. ايوه. نوح كرز. صح. برسالة التوبة 100 سنة. 100 سنة. 100 سنة كان الوقت اللي أخده نوح في الكرازة وفي بناء الفلك. وكل المدينة تقريبا اشتركت في بناء الفلك. أيوه. ولمدة 100 سنة نوح بيكلمهم. ففي لحظة غضب جاي.
ده في لحظة دينونة جاية على كل الأرض، ده في طوفان جاي هيهلك كل المسكونة ما عدا اللي هيدخلوا جوه الكهف. الكلام ده سمعوه وأجلوا توبة. ورفض التوبة لمدة 100 سنة، يا يسوع. لكن في لحظة جاء الطوفان. قبل ما يجي الطوفان بأسبوع رب قلب ونبه الناس بآخر إنذار لهم إن بعد أسبوع سيرسل الله الطوفان، مفيش فرصة تاني. وعدى يوم والتاني والتالت، وفي نهاية الأسبوع كل الحيوانات دخلت الفلك بأمر من الله، كل الخليقة، ونجوا. كل وبعد يا هذا يسوع. أغلق الباب ايوه وطلب الناس الدخول إلى الفلك، يسوع. ولم تكن هناك فرصة إلى الأبد بالنسبة لهم. هلك. ايوه يحضرني مجموعة العذارى الجاهلات، 5 حكمات وخمسة جاهلات، نفس الشكل نفس اللبس، بيحضروا الاجتماعات مع بعض، بيرنموا مع بعض، بيصلوا مع بعض، لكن القلب ما حد مش يعرفه إلا الرب. الرب مكتوب عنه فحص القلوب مختبر الكلى، والرب طلب من الإنسان حاجة واحدة بس، قال يا ابني أعطيني أعطني قلبك. لاحظ عينك طرقي. وجاء الوقت وذا صوت العريس مقبل فخرجنا للقائه، فخرج العشر عذارى، 5 عذارى حاكمات، أخذوا مصابيحهن وأخذوا زيتا في آنيتهن، والزيت ده إشارة لعمل الروح القدس ونعمة المسيح الساكنة في القلب لما الإنسان يتوب ويرجع زي الخاطي اللي قرع على صدره وقال ارحمني، أنا الخاطي مش اخويا ولا اللي جنبي ولا اللي في اسرتي، انا ما لديش بيها شخصيه، انا أمين أمين. الخمس الخمس الحاكمات خلصوا ودخلوا العرس، أي 5 الجاهلات ابتدت ما مصابيحهن عندهمش تنطفئ، زيت. ما عندهمش زيت، طلبوا زيت، ما يا كانش ممكن يسوع. يحصلوا على زيت من الحاكمات، لهم ذهبوا إلى الباعة، ذهبوا إلى الباعة، لكن اللحظة دي جه العريس والمستعدات مستعدات دخلنا. الحاكمات دخلنا إلى العرس، نعم، أغلق والحاجة الباب. المخططة أغلق الباب، يا يسوع. وجات العذارى الجاهلات ما لقيوش زيت، وقت صوت الرب ما سمعوش تاني، فرصة ضاعت، وقرعوا على الباب لكن صوت الرب قال لهم اذهبوا عني اني ما اعرفكم، صح. احنا انتوا غرباء عني. الخطية بتفصل الانسان على الله، مظبوط طبعا. سواء كان الإنسان ده لم يختبر النعمة أو حتى إنسان اختبر النعمة وعاش في بيت الأب زي الابن الضال والابن الأكبر، 2 إخوات وأبناء، صحيح واحد ضل عن البيت لفترة والرب حاصره بظروف خاصة علشان يتوب ويرجع بعد ما أنفق كل ما لديه في عائلة المصري، وبعدين يا بدأ يسوع. يحتاج يا رب.
حاقد بالأمور، اشتهى أن يأكل من طعام الخنازير، لكنه قال في نفسه: أقوم أرجع إلى أبي، لأن الأجير عند أبي يفضو عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. الشيء الجميل أن هو سمع لصوت الرب وقام ورجع إلى أبي. رجع. أمين. خدت الرسالة والصوت من الرب بكل جدية وإخلاص وتوبة حقيقية. نعم. وغير مساره ورجع ولقى الأب في انتظار. مجدا للرب. هللويا. من بعيد تحنن، أسرع إليه، تحنن. أيوة. وقع على عنقه وقبله. نعم. وأمر بالحلة الأولى الخدام يلبسوه، يضع خاتم في يدهم وحذاء في قدميه. أيوة. ويذبح السور المسمن ويفرحوا. ابن هذا كان ضالا فوجد، كان ميتا فعاش. مبارك اسم الرب إلى الأبد. توبة. الابن الأكبر كان مازال في بيت الأب بس قلب قاسي، رفض الرجوع، رفض الدخول إلى العرس. انصرف من المحفل وهو مثقل بآثامه وخطاياه، ولم نسمع عنه أنه رجع إلى بيت الأب. يس. بيوصله الرب لكل واحد واحدة فينا أحبائي. نعم. وعايز الإنسان أنه يرجع كل تواضع، كل خضوع وخشوع، باسم يسوع، بكل احتياج يرجع. زي ترنيمة بتاعت الابن الضاء، يرجع للآب الحنان. أنا راجع، أنا راجع للآب الحنان. أمين. 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 مجدا للرب. الرب يباركك. فعلا عايزين ومحتاجين نرجع، محتاجين خطاط أن نرجع، محتاجين مؤمنين أن نرجع عن كل ضعفات، عن كل عدم أمانة، عن حياة عرج بين الفرقتين. خلونا نطلع نسمع ترنيمة ونعود مع الأخوة بنصلي علشان أي حد النهاردة على قلبه الرجوع، تأكد إن أحضان الآب مفتوحة ليك ومنتظراك للعودة لحضن الآب، لأن ليس بأحد غيره الخلاص، ليس بأحد. خلونا نطلع نسمع ترنيمة ونعود إليكم أحبائنا المشاهدين. يسوع المسيح، إني ما استحقش دماء الذبيح، سالت علشاني الصليب فداني. أنا راجع ليك بقلب الجريح، توبة من قلبي اللي تاه عنك بعيد، توبة من قلبي يا الوحيد. وانت زمان يا ما خبطت على بابي، النهاردة يا ربي بفتح قلبي وأبوابي. انت زمان يا ما خبطت على بابي، النهاردة يا ربي بفتح
قلبي والخطيه سادت وانا شايف ذنبي وبرغم الخطيه باجب اللي فيا اقبلني انا راجع بتوبه قلبي توبه من قلبي اللي ده عنك بعيد توبه من قلبي اللي فادي الوحيد وانت زمان يا باب خبطت على بابي النهارده يا ربي بفتح قلبي وابوابي أمين. في اسم الرب يسوع نفتح قلوبنا ونقبل المخلص في حياتنا ونقول له يا رب طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أخوهبي محتاجين حضرتك تصلي، وأي إنسان حيفتح قلبه النهاردة حينال بنعمة الله غفران خطاياه، وبعدين نكمل باقي الحلقة. تفضلي أخوه. مبارك اسمك يا سيدنا الرب، بنشكرك لأجل صوتك الجميل، صوتك اللي بينادي علينا. أيوة يا رب، بتقول زي ما ناديت على العروس. أيوة. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، الشتاء قد مضى، المطر قد مر وزال. فبتنادي على كل إنسان يا رب، يا رب جايز بتنادي بصوت منخفض خفيف هادي رحب، جايز بتطرق على الباب وبتقول زي ما قلت لملاك كنيسة لودوقية، أنا زواقف على الباب وأقرع يا رب. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي. نعم. بس الفكرة إن الإنسان يسمع ويفتح الباب، يقبل الدعوة، يقبل الرجوع إلى الرب. في أي حالة، في أي حالة الإنسان فيها، أنت قبلت خطاه كتير يا رب. لكن الفريسيين والكتبة بيلوموا عليك أنك بتجلس مع العشرين والخطاه وتأكل معهم. أنت بتقرب لكل إنسان في أي حالة هو فيها وتنادي عليه، وأحضانك مفتوحة بترحب، بترحب بالجميع. أنت الوحيد اللي قلت تعالوا إلي، ما قلتش ده للناس في الكنائس ولا الناس الفاكرين أنهم أبرار أو بيقدم العشور زي الفريسي، أنت قلت للجميع تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحك. الراحة مش في أعمال نعملها أو عبادة نتعبدها، لكن الراحة في شخص يسوع المسيح، مصدر الراحة. نقبلك أنت بشخصك، أنت بحبك، أنت بنعمتك،
بنشكرك لأجل عمل نعمتك بالنعمة نحن مخلصون مبارك اسم بالإيمان، وذلك ليس منا، هو عطية الله، عطية. أنت بترحب بكل إنسان يسمعنا الآن وعايز تقدم له عطية النعمة التي في المسيح يسوع اللي كلفتك دماء الصليب، سفكت دماءك لأجل كل إنسان. بنشكرك، مكتوب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اللي مش بيقبل عمل الصليب حيهلك، اللي ما بيقبلش الخلاص حيهلك، اللي ما بيقبلش صوت الرب لما بيسمعه حياهلك. من فضلك ارسل يخضع للقلوب بروح القدس يا رب عشان تتوب وترجع، تفتح الأبواب لجلالك، تدخل تدخل، وانت اللي جايب معاك كل البركات، عاش معه وهو معي. قلبك شو لكل إنسان بيسمعنا أن يفتح ويكون ده اليوم، يوم الخلاص، زي ما قلت لزك اليوم حصل خلاص لهذا البيت، اليوم حصل خلاص لهذا الشخص ولهذه الإنسانة التي تسمع مهما كان. باسم يسوع، أي ظروف أنت فيها، أي حالة أنت فيها، ما يصعبش على الرب، حيقبلك. اللي قبل كل واحد فينا بكل خطاياه وأثامه بيقبلك ويرحب بيك. اللي قبل شاول الطرسوس المضطهد والمجدف والمفتري واللي قتل من كنيسة الله ودعاه وقبل الدعوة وأصبح الرسول بولس مبشر الأمم، ليتبارك اسم جلالك يا رب يسوع المسيح. بركة للحلقة وكل أجزاء البرنامج باستخدام بالروح القدس لرجوع الكثيرين لمجد اسمك يا رب، اسمك كل المجد. آمين آمين. مبارك اسم الرب. شكرا يا أخوه، بالرب يباركك ويستخدمك بقوة أكتر في كل مكان تتواجد فيه. الرب يحفظك وبارك البرنامج اسم يسوع لمجد اسمه. الرب يحفظك، شكرا لك. أسيس كاتو في رسالة العبرانيين بيقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. إزاي ننجو إذا أهملنا الخلاص اللي مقداره صعب وصفه؟ إيه رأيك؟ هو صعب أضيف يعني بعد اللي قاله الأخ وهبي، يعني ربنا باركك يا أخ وهبي، يعني ربنا استخدمك وحضور الله مميز جداً في كلماتك اللي لمست كل قلبه وصلواتك وتضرعاتك. الله يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر. بس حاجات اللي قالها أخويا الأخ وهبي، إن الفلك لما كان نوح بيبني الفلك الناس كلهم قاعدوا يبصوا عليه، يقولوا الراجل المتخلف ده اللي عنده ألزهايمر. بس الغريب إن قلوب الحيوانات أطاعت وسمعت الكلام وصدقت ودخلت. مع أن الحيوانات ممكن يكونوا عنيدين جدا، يعني ساعات يبقى حد عنده يعني في البيت قطة ولا كلب وبتاع وتلاقيهم استبرن، يعني عندهم عند. لكن والترنيمة اللي سمعناها أنه ياما أنت خبطت على قلبي. وزي ما الأخ وهبي برضو كلم في أنا واقف على الباب وأقرأ. فمحظوظ اللي بيسمعنا النهاردة، محظوظ جدا، محظوظ جدا جدا. وهو مش بس حظ، لا، ده divine encounter، يعني ده توقيت إلهي وترتيب إلهي بالروح القدس. لأن فعلا كيف ننجو إن أهملنا خلاصا، كيف ننجو؟
نعم. يعني الأبدية جحيم، سماء أو جحيم، يعني دي حقيقة. وبعدين الرب عمره ما بيزق الباب، يعني بيخبط على الباب. صح كده، أنا واقف. وسمعنا في الترنيمة ياما في الماضي خبطت على باب قلبي. وربنا بيخبط على قلوب ناس كتير النهاردة. أيوة. يعني أنت محظوظ إذا بتسمع الكلام ده. أنت ربنا بيحبك وبيحبك جدا جدا لو قاعد تسمع الكلام ده، لأن الفرصة دي ممكن ما تجيش تاني. ما كانش حد متوقع أن كوفيد تاخد لها 6-7 مليون في سنة، وما فيش حد قدر يقف قدام وباء قد كده. فبكرة مش مضمون، لكن النهاردة الفرصة دي بتاعتك. هو دي، هو ده جوهر الحياة، هو ده جوهر المسيحية. كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقدار؟ الحاجة اللي هشارك معاكم من جزء من إنجيل متى أصحاح 7 عددين 3 هقراهم بس عشان نفهم حاجة. متى 7:21: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، أيوه، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. عدد 22 يقول: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط. اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. ليه أنا بقرأ الكلام ده؟ لأن مش عايزك أخي وأختي الغالي جدا على قلبنا أنك تكون مخدوع زي الناس دي. تخيل حد بيخرج شياطين، وحد بيصنع معجزات، وحد بيصنع قوات، لكن مفيش العلاقة الشخصية، مفيش العشرة، مفيش القرب والإنتمسي مع شخص رب يسوع. بقت خدمة وبزنس وبرفورمانس وشهرة ومعجزات وآيات. تخيل أن ممكن تكون ناس عايشة بتعمل الحاجات دي ويجي يقول لهم لن أعرفكم. دي كلمة ربنا، ده مش رأيي. فأنا مش عارف النهاردة إزاي ممكن تاخد وقفة مع نفسك بإخلاص وتخلي روح القدس يفحص قلبك بصفة شخصية النهاردة. خليك أمين جدا جدا معنا. هل أنت ممكن تكون مخدوع في واحد من هؤلاء الناس؟ باسمك عملنا، وباسمك ادينا فلوس، وباسمك خدمنا، وباسمك رحنا الكنيسة، وباسمك بنينا كنايس، وباسمك الناس دي تعرف عن يسوع. أيوه. لكن ما تعرفش شخص يسوع. ما فيش الانتمسي، ما فيش القرب، ما فيش العشرة، ما فيش المقابلة الشخصية، ما فيش التوبة الحقيقية من القلب، ما فيش الحياة القداسة وحياة البر اللي فيها زي ألارم جوه القلب. كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطو إلى الله؟ ما فيش الهيبة، ما فيش المخافة في القلب، لكن حياتهم تحولت إنها إرضاء الله بالأعمال، إرضاء الله بالعطاء، إرضاء الله بالمساعدات الفقراء. كل حاجات مش وحشة، لكنها ليست بديل لهذا اللقاء الشخصي. ليست بديل إن ربنا لما بيخبط على قلبك وبيخبط على قلبك وعلى قلبك دلوقتي لأنه بيحبك ولأنه بيحبك، لأنه مش عايزك تروح الهلاك، لأنه عايز يفديك، عايز يكتب اسمك في سفر الحياة، عايز يغسلك بدم، وعايز يطهرك من كل خطايا الماضي، عايز يديك طمأنينة في قلبك، عايز يديك سلام وأمان لبكرة، عايز يحميك ويحفظك من اللهيب الآتي وعذاب الجحيم، مش بس عذاب القبر، عذاب الأبدية. ده إلهنا اللي احنا بنتبعه، وده اللي احنا بنصدق فيه، ودي الرسالة اللي احنا عايشين عشانها. أيوه. والنهاردة الدعوة ليك وليكي. طب أعرف إزاي؟ لا أنت تعرف. لو في علاقة شخصية، لو أنا واقف النهاردة قدامك وقدام جمهور كبير وسألت سؤال: كم واحد متأكد إن اسمه مكتوب في سفر الحياة؟ هتلاقي ناس معينة رفعت إيديها قبل ما خلص الجملة. لأن في يقين جواها. وحد تاني يقعد وندرينج، يتساءل: طب أنا بروح الكنيسة، طب أنا بسمع الكلام، طب أنا راجل كويس، طب أنا بدي الفقراء، لكن جواك مفيش اليقين ده. هي دي الدعوة. أنت هتبقى عارف، أنت هتبقى عارف لما روح الله يسكن في قلبك، هتبقى عارف لما تيجي تعمل خطية هتلاقي تبكيت جواك، هتبقى عارف
لما تيجي عينيك تنظر الى مناظر قذره وتلاقيك متبكت من جوه ومش قادر زي يوسف كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله ومحدش شايفه، هتبقى عارف ان في هيبه وان في مخافه وان في شركه وان في عشره. لما تبعد عن محضر الله هتشتاق له وهتحب تقعد معاه وهتحب كلمته وهتحب كنيسته وهتحب المؤمن. انت هتبقى عارف ان عندك علاقه حيه مع الله ولا بتعمل ديوتيز اعمال وزوائع في فخ الاعمال. ما وعدكش ان اسمك يكون مكتوب في سفر الحياه، ومش انا اللي بقول كده، كلمه الله بتقول باسمك وباسمك 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 ليس من أعمال. اذهبوا عني يا فاعليك اسم لا أعرفكم قط. يس خليك مخلص في الدقايق اللي جاية. أمين. وده ممكن يكون النهاردة اللي حصل معايا سنة 74 ومعلم جوايا، ده كان تغيير أبدي في حياتي. أنا مش خايف من بكرة، مش خايف من الأبدية، هي كلها تذكرة سفر. بدل ما بنزل مصر ولا بنزل بلد تاني، هروح السماء وهكون مع المسيح ومع القديسين ومع الملائكة. عندي اليقين ده. هل جواك اليقين ده؟ هل جواك اليقين ده؟ دي فرصتك، دي فرصة ذهبية. ربنا بيحبك، ربنا بيحبك. خليك مخلص، اتضع قدام الرب، اتضع اتضع واسمع الصوت، لان روح الله بيخبط على قلبك. أيوة. انا واقف أيوة. على الباب واقرا، ما بيزقش الباب خالص، ما بيتخطاش ارادتك الشخصيه، ما بيفرضش نفسه عليك، ده هو جنتل جدا جدا جدا. لكن بيحبك وبيحبك بكل اثامك وبكل خطاياك وبكل مشاكلك. ما حدش فينا، كلنا في الموازين لفوق، لكن say yes to Jesus. افتح قلبك النهارده لربنا، والنهارده حياتك تتغير. ده مش اكلاشيهات، دي حياه، دي حقيقه، دي دعوه، ده نداء، ده توقيت الهي، دي ازمنه يسوع. افتقاد ليك وليك، لان بكره مش مضمون. صلي معايا في الدقائق اللي جايه، اسم يسوع، قول له يا رب انا جاي لك زي ما انا، وانا مش عارف، لكن انا عايزك، عايز الكلام اللي بسمعه ده، عايز العلاقة اللي بسمعها دي تكون بيني وبينك، عايزك تيجي وتغسلني من جوه. أيوة. عايزك تدي أيوة. تتقابل معايا مقابلة شخصية جدا دلوقتي. يا رب أنا بفتح كل حاجة جوايا، كل قوط في حياتي بكشفها، لأن أنت عارفها anyway وشايف كل حاجة. وأنت تيجي تغسل وتطهر وتفك وتحرك وتشفي وتعالج وتعمل كل حاجة جوايا. يا رب تعالى اغسلني بدمك من جوه البر، تعالى ملاني بروحك، تعالى بحضورك املك على قلبي. عايز اعيش حياتي كلها ليك، عايزك فعلا تكتب اسمي في سفر الحياه، عايز يكون جوايا اليقين ان انا مولود ولاده ثانيه، عايز يقين التوبه يكون جوايا، وعايز اعرف واتاكد ان كل خطاياي مغفوره في اسم المسيح، واني مغسول بدم المسيح، وجايبه توب قدامك عن كل تعديات، عن كل اسم، عن كل خطية. يا رب أنا مخلص في طبتي الآن. أنا لو تقدر تركع اسجد قدام الرب، لو تقدر تصرخ بصوت عالي لو لوحدك، لو عايز تبكي قدام الرب ابكي، ما تضيعش الفرصة دي، دي هتغير مصير حياتك الأبدي. دي كلمة الله حية فعالة أمضى من كل سيف ذا حدين. كلمة الله تخترق قلبك الآن بعيد عن فكرك ومشاعرك، لا ده بتغيرك من جوه. وإن روح الله دلوقتي بيلمسك ويغير حياتك ويعمل منك إنسان جديد، وهتشوف الثمر بتاع الكلام ده في الأيام اللي جاية. لو أنت مخلص، ولو أنت بتصلي، ولو أنت صادق مع نفسك وطالب فعلا ربنا يلمسك. يا رب كل شخص قدامي بيصلي، كل شخص مخلص، أنت شايف القلوب، أنت شايف الصدق بتاع كل قلب قدامك، وأنا بسأل غنى نعمتك يا رب تلمس وتنساب الآن لكل قلب، لكل شخص صادق وعايز حياته تتغير وعايز يقرب منك وعايز يتكتب اسمه في سفر الحياة وعايز حياته تتغير وعايزك تملك على قلبه. وكل شخص يا رب هو ويلنج انه يخضع نفسه ليك بإرادته انك تملك على كل قلب. انت لم تتغير، انت احضانك مفتوحة، انت قلبك كبير، انت بتخبط على كل قلب الآن، وانت بتقبل كل الذين يأتوا إليك.
لن تخرجهم خارجا، انت هو الباب والطريق والحق والحياه. ايوه يا سيد الرب، بنقف مع كل واحد ضعيف الان، بنقف مع كل واحد بيعاني الان من اي قيود. أيوة من اي شر، من اي خطيه، من اي عادات سيئه، من اي رب خطايا سريه. يا رب بنقف مع كل شخص عنده مرض نفسي ومرض جسدي وعنده ادمان، بنقف يا رب انك ترسل قوه تلمس الان يا سيد الرب، تحرر الان، تشفي الان، تفك كل قيد الان يسوع. يا رب تخلق يا رب انسان جديد، وتحرق يا رب كل شوائب من العالم، وتقيم ابناء وبنات للملكوت النهارده، يكونوا اعمده ليك، دعي عليهم اسمك وتكتب عليهم اسمك، ويكونوا مناره في الاماكن المتواجدين فيها، في عائلاتهم وفي اشغالهم. صلي بركة على كل مشاهد، نشكرك لأنك تصنع معجزات الآن، تلمس أجساد الآن. أيوة. تلمس مشاعر الآن، تشفي الآن، تحرر الآن، تفك قيود الآن يا سيد الرب، لأنك حي وموجود. وإذا بنطلب باسم يسوع المسيح نديك كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين 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 آمين. ربنا يباركك يا أسيس كاتو. لو كنت صليت بإيمان، لو كنت ركعت، لو كنت صرخت من قلبك قصاد كل اللي تسمع، صدق ان الرب قد نقل عنك خطيتك، وانك في المسيح خليقة جديدة. بس لو سمعت وهزيت راسك وزي ما انت، هينطبق عليك الآية اللي في رومية 2 اللي بتقولك ام تستهين بغنى لطفه. اوعى تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله يقتادك الى التوبه. اخاف عليك في باقي الايه، ولكن من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا ليوم الغضب واستعلان دينونه الله العادله. اوعى حاسب على حياتك، لا تقامر بحياتك، لكن ادي حياتك المسيح وعمرك ما هتندم. صدقني احنا الثلاثة نضمن لك 1000000% عمرك ما هتندم، ولا واحد فينا ندم انه عارف يسوع، بل بالعكس. النهاردة كنت بفكر بقول له معرفتك ترفع الراس. شكرا ليك يا أسيس كاتو، الرب يباركك ويستخدمك ويبارك صلاتك وكلماتك. شكرا ليك يا أخ وهبي لأجل كلمات الروح القدس ولأجل صلاتك. شكرا ليكم أحبائنا المشاهدين. بصلي فكر في الكلام ده، ولو سمعت الإعادة ينفع إنك تعلن توبة قدام الله، وثق إن الرب هيسمع وحيغفر وحيستجيب وحيعطي لك حياة، بل وحياة أفضل. نلتقي بكم إن تأنى الرب الأسبوع القادم. ليكم كل بركة ونعمة، والرب معكم.